نحتفلوا مع بعضنا الفنان رياض جوراوي. نورتنا عايشك بدينا معاك الحصه ببنت الجزيره عملنا جو بيها محلها الغناء. مرحبا ساعه مرحبا بك انت زاده والجمعه الكريم محلاه قد ايه ولات بالحق ولات عائله وتلمت انا هكا حسب تقديري. أما أنت خدمت معايا في ضيفنا على كيفنا سبيسيال رمضان. خدمت معاك في سبيسيال رمضان حتى هذيك لمة مزيانة
واكتشاف كبير لي انا بصراحه، على خاطر برشا 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 حبوني من برنامجك. رياض وليت لنا عبد العزيز العروي، رياض وليت حكواتي من ذاك الضمار نتاع تقديم الفنان والاغنيه اللي نعديوها له محلاها، سيرتو الزمن الجميل، وكانت يعني حلقات في رمضان معك انت في فلاش باك ياسر حلوين. ان شاء الله علاش لا نعاود ان شاء الله نعاود التجربه ان شاء الله ان شاء الله ومن خير به. هذه بنت الجزيره راهي من كلماتي والحاني. اي قريت على الكليب كلماتي والحاني. والحن معناها تكتبوا اللحن. اي نكتبوا اللحن ومديدك للحنه كيف كيف هي من الحاني وكلماتي. هذيك بعد شنو نسموها نختموا بها ان شاء الله اللقاء بعد ان شاء الله. بالنسبه لبنت الجزيره اكشفتوا هكا الايقاع الفزاني، ماك تعرف التونسي احنا نحبوا القباحي والفزاني والعلاجي، الايقاعات التونسيه نتاعنا. والفزاني راهو من فزان من طرابلس من ليبيا، فزاني الطرابلسي هذاك الفزاني القرقني المزيان اللي يحبوه الجيل الجديد. ما تعرف الفنان يزمو ديما يواكب. وشفنا كليب احنا هوني، جيني سؤال على الطاير، انت اليوم قاعد تاخذ في دعم من وزاره الشؤون الثقافيه، معناها انت ولد الوزاره ولا لا؟ مش توتافي مش ولدها الوزاره، مالك؟ ناخذ شويه دعم، ما مش برشا مدعم هذاك الكليب هذا. لا مش مدعم هذا على امكانياتي الخاصه، لكن الله يسامحه الله يسامحه مدير اداره الموسيقى الاسبق، ماهيش عمليه تجريح لكن كلمه حق، جمال عبيد، الدكتور جمال عبيد وقت قدمت انا مشروع ياقوتة رفض لي الملف نتاعي، فما اغراض شخصيه لربما على خاطر انت تحكي رياض ولد الوزاره. السيد الوزير الأسبق سي محمد زين العابدين كان عاطي فيا الثقة برشا في الدعم في الاحتراف، كنت ما بين الفنانين اللي يمشي لك اللي أنا لا يمشي لا يمشي يمشي لي يمشي لي الجدارة نتاعي، تمشي لي الكفاءة نتاعي، خاطر أنا مانيش بديت جديد في الميدان. أو سي منصف يعرف وتاريخ أنا في مهرجان الأغنية التونسية، هي ما نشوفوش الفنان ديما ياخذ في دعم، شاركت كمطرب، شاركت في دورات عديدة، وسي منصف معانا كشاعر وتوج معانا في عديد الدورات في مرجع الأغنية. ما نجمش يكون يعطيني ولا لا لا، الفنان راهو اللي يستحق ياخذ، وخاصة توا ما عادش ساهل توا كل شيء ولا يخرج. سي المنصف انت